بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الزراعية. الآن تابعنا مع بعض ملف التحصيلات والجهود اللي بتقوم بيها الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية. اتكلمنا عن الحملة القومية للتحصين، ودي الحملة الثالثة لهذا العام ضد مرض الحمى القلعية، حمى الوادي المتصدع، وأن اللقاح اللي بتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوفيره هو ثنائي العترة، بحيث انه يقدر يغطي كل العطرات اللي موجوده واللي دخلت فعلا التي قد تصيب البشيه. اتكلمنا عن اهميه التواصل مع هذه الحملات، وان المربي يستفيد فعلا من هذه الخدمه اللي بتقدم باجر رمزي، وان كمان في نفس الوقت يا ريت يكون في الترقيم والتسجيل، يكون مع المربي بطاقه يقدر بيها ان هو يتابع مع الوحدة البيطرية كل الخدمات في المواعيد المنضبطة. بتكلم كمان معاكم على خدمة مهمة جدا، وهي التأمين على الماشية من خلال الصندوق أو صندوق التأمين على الماشية، اللي نقدر ان احنا من خلالها هيكون لينا ضمانة واستقرار اكتر للمشروع، بحيث لو لا قدر الله حصلت اي مشاكل يبقى فيه عائد يتم صرفه من خلال التأمين. كمان في خدمات بتبقى مقدمة زي الأعلاف الأقل سعرا عن مثيلتها بالأسواق، وإن ليه حصة مدعمة من الردة، المتابعة البيطرية، الأدوية المجانية، كل دي خدمات بيقدمها صندوق التأمين على الماشية. في نفس الوقت الدولة وعين الرقابة عمليات موسعة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية. شنت وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقا للإشتراطات التي تحددها الجهات المختصة. وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 351 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر 2022، وتم رصد 96 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات. وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربيين بحالة جيدة. اللي احنا شايفينه على الشاشة ده كمان جهود الطب البيطري وجهود الحملة القومية للتحصين على مستوى الجمهورية. عدد من المربيين تواصلوا معنا على مدار الأسابيع الماضية، كانوا بيتكلموا عن الخدمة وتوفرها، وبشكر الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعلى رأسها الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأيضا الأطباء البيطريين وجهودهم الكبيرة في خدمة هذا القطاع. الحملة بتشتغل من بيت لبيت وداخل الوحدات البيطرية، وأيضا في أماكن تجمع داخل القرى لاستقبال المربيين. معايا مداخلة من الأستاذ إبراهيم من سوهاج. تفضل يا أستاذ إبراهيم. أيوة يا فندم. أهلا بيك يا فندم، تفضل. أنا التحصين حصن أهو. التحصين ماله يا حاج إبراهيم؟ اتحرك بتليفونك يا حاج إبراهيم يا ريت. أيوة حصن التعليقات. وكويس الباشنجات بس ما عطوش العيش في 9 سنين اللي رايحه تولد. حاج ابراهيم حضرتك بتقول التحصين كويس وحلو بس ما فيهوش ايه؟ ما عطوش ما حصلوش ال 9 شهور اللي رايحه تولد او اللي وزنها كبير. اللي اوزانها اللي وزنها صغير ما حصنوهاش؟ اللي وزنها كبير. اللي وزنها كبير. لا الوالده العشر علشان هي هيبقى فيها خطورة عليها، تمام؟ آه. إنما باقي الماشية بتتحصن عادي. واللي والدة جديد ما رضوش الوالدة اللي والدة جديد. أيوة
علشان بتبقى مناعتها ضعيفه، فهو ما بيبقاش عايز ان هو يجهدها. فهو قال لك اصبر عليها شويه وبعد كده هنحصنها. ماشي يا دكتور، يعني ما تقلقش، التحصين موجود على مدار العام. وانا بشكرك على ان انت مهتم بالكلام ده. هم جولك ولا انت خدت الحيوانات ورحت لهم؟ لا هم جولي، لان انا مزرعه انا واخواتي 50 60 واحده. ربنا يبارك لك. انت في مركز ايه في اسيوط؟ في سوهاجر، اسف، مركز ايه؟ في طمع. في طمع احسن ناس، مركز طمع احسن ناس. وتابع معاهم برضو بحيث ان بعد كده الحيوانات اللي لسه ما تمش تحصينها، لما الحيوانات العشر تولد خلاص هتحصن بعد فتره برضو تكون استعدت عافيتها، والحيوانات التانيه برضو هنستنى عليها شويه، والطبيب البيطري انت تتابع معاه مش هيتاخر عليك. خلاص، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك من ربنا يكرمك يا حاج ابراهيم، وبشكرك. يعني ده تجاوب، ده تجاوب من المشاهد ومن المربي في نفس الوقت. احنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن ملف الناس بتتكلم وبتقول رايها فيه، فده تفاعل مع البرنامج، في نفس الوقت تفاعل مع الخدمه المقدمه من الهيئه العامه للخدمات البيطريه. وقت مهم جدا، انت داخل على موسم شتوي، الموسم اللي بتظهر فيه الامراض. استاذ محمد من بني سويف، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامي، عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يكرمك يا حاج محمد، كل سنه وانت طيب. انا عايز اجيب قرض من البنك الزراعي، وعايز اعرف الاجراءات. الاجراءات قرض زراعي انت، ولا هتجيب قرض البتلو، ولا عايز قرض استثماري، عايز قرض تعمل بيه ايه؟ حلاب. حلاب، يبقى انت هتروح اداره الانتاج الحيواني عندك في مديريه الزراعه، تقدم الطلب او تروح البنك الزراعي على طول. بعد اذنك لو تديه رقم حد اتواصل معاه. لا مفيش رقم حد، في حاجه اسمها انت لازم تتحرك بنفسك. ما ينفعش القرض هيجي لك وانت قاعد، مش هيحصل. انت تروح بكره البنك الزراعي، عندك مزرعه، عندك مكان، لان ده لازم يكون متوفر له مكان معيشه مناسب. هتقدم على الطلب، هيبلغوا الانتاج الحيواني يجي والطب البيطري يعمل المعاينه ويشوفوا المكان ده مناسب ولا لا، ويدوا لك بعض التوصيات وتمشي في اجراءاتك. انما رقم نتواصل معاه صعب، يعني انت راجل في قرض وفي اجراءات بنكيه، ولازم انت بنفسك تكون موجود. بشكرك. احنا انطلق اكتر من مشروع، قرض البتلو مثلا من المشاريع المهمه جدا، اللي الحمد لله النهارده احنا بنقول ان الميزانيه وصلت ل 8 مليار جنيه، واستفاد منها عدد كبير من المربيين، وزودت اعداد الثروه الحيوانيه. اطلق عليها في بعض الاوقات ان هي انقذت رقبه العجل الصغير او العجل البتلو من سكينه الجزار. الحاج عبد الرؤوف، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا باشمهندس، معلش معلش، مع احترامنا الشديد، احنا عايزين رساله توصل للطب البيطري لوزير الزراعه. الادويه البيطريه في جميع الصيدليات. الادويه البيطريه في جميع الصيدليات غير مسعره ليه؟ جميع الادويه احنا نعرف شركات ادويه بتنتج وبتحط السعر، والصيدليه بتاخد مكسبها منهم الله اعلم بيه. لكن انا بنشتري النوع الصنف ده من الصيدليه دي بكذا، ونرجع نشتريه باقل او بازيد من ناحيه صيدليه ثانيه. نفس الصنف، نفس الشركه، نفس الصنف ونفس الجزازه ونفس المكتوب عليها ونفس التواريخ بسعر ثاني خالص. ايه المشكله؟ ما فيش ولا جزازه دواء بيطري، ولا جزازه ولا صنف مكتوب عليه سعره. دي مشكله بالنسبه للفلاح الصغير، يعني ما احناش عارفين لها نهايه. صح، يعني بشكر. الجزازه بتتباع. بشكر حضرتك، انت بتطالب بتسعير الدواء البيطري، وده شيء يعني المفروض يتم. انا اتكلمت فيه من سنين وناقشته. احنا النهارده لو انا رحت اشتريت اي دواء بشري عليه السعر بتاعه ايا كان سعره. ليه الادويه البيطريه غير يعني هي مسعره وليها تسعيره؟ طيب ليه مش مدونه على العبوه؟ ليه المربي بيبقى قلقان وهو بيشتريها وما عندوش الثقه في ان هو ده السعر الحقيقي، وهو بنفسه هو بيقول لك انا بلاقيها من مكان لمكان بسعر؟ ده شيء مهم جدا. تسعير الادويه البيطريه شيء مهم جدا في هذا التوقيت، ان المربي يبقى عنده ثقه، ما يبقاش متروك كده هو وحظه.
في رقابه وفي متابعه وان الادويه تكون مسجله وتكون مرخصه وتكون سليمه. موافقين، وده شيء مهم جدا وبشكر الدوله على هذه الجهود. في جانب مهم جدا وهو ترخيص الدواء البيطري، التسعير، انا اسف، تسعير الدواء البيطري. هو مسعر وليه سعر لكن مش مدون، ليه؟ ايه السبب؟ استاذ محمد من البحيره اتفضل. استاذ محمد ازيك يا باشمهندس؟ وطي التلفزيون الاول لو سمحت. حاضر هندسه. نقول لحضرتك هندسه، انا عندي زرع فراوله، والفراوله فيها عفن على طول بيستجر. فراوله؟ فراوله، واديتها ملوحه ورشيتها يونيفورم وعفان وبتصلب برضه شغاله تطبيق. طب دي محتاجه ان حد يفحص عندك، وانا هتواصل مع مدير مديريه الزراعه بحيث ان يكون في متخصص من البساتين يشوف المشكله فين، في الميه، في التربه، الاعفان دي سببها. ميه بحاري يا هندسه. الميه مالها؟ ميه بحاري، مش التواج. تمام، يبقى انت عندك مشكله المفروض ان احنا نحللها، المفروض ان في حد يجي يشوفها. ولا انا بتكلم غلط؟ منك لنفسك كده او بالوصف ما ينفعش حتى تروح توصف المشكله لتاجر مبيدات وهو يدي لك اي مبيد تجربه كده، انت بتربي فلوسك في الارض، ممكن تزود المشكله. فاللي انا اساعدك فيه ان حد من الارشاد الزراعي يجي يتابع عندك ويشوف المشكله فين. بشكرك. استاذ ابراهيم من محافظه اسكندريه اتفضل. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. احنا دلوقتي في محافظه اسكندريه في مركز العمريه ما عندناش اي حاجه اسمها طب بيطري بيلف على البيوت وبيحصل المواشي. الكلام ده مش سليم. اقول لك ليه بقى مش سليم؟ بس احنا في قريه منصور ما فيش حد قال ده خالص. اقول لك ليه مش سليم؟ لسبب بسيط جدا، ان احنا كنا موجودين بنصور عندكم الاسبوع اللي فات. انت الوحده البيطريه، اسمعني بس يا عم ابراهيم، الوحده البيطريه بينك وبينها قد ايه؟ الوحده البيطريه بيني وبينها حوالي 7 كيلو. رحت سالتهم انتوا جايين عندنا امتى، ولا اتصلت بيهم، ولا اي حاجه؟ يا فندم دول بقى لهم اكتر من 10 سنين ما دخلوش عندنا هنا في القريه. ولا بقى لهم اكتر من 10 سنين انت ما تابعتش او الخدمه ما وصلتلكش؟ لا متابع اكتر من 10 سنين ما دخلوش. طب انت هم بقى لهم 10 سنين ما جوش، انت اخر مره رحت الوحده البيطريه امتى؟ بصراحه ما رحتلهاش اصلا، وعمالين يجيبوا علاج من الصيدليات البيطريه في العمريه، وعندنا ابو رويه مبهدلنا في الجديان وفي الخرفان. ثواني بس عشان ايه ناخد الموضوع خطوه خطوه، لان انا لو جيت اكلمك عن المشاكل اللي بتقابلني كل يوم مش هتخلص، انما لو جينا نتكلم نحلها ازاي هتلاقي الدنيا مشيت. انت بتقول لي ما جوش بقالهم 10 سنين وانت ما رحتش عندهم هناك خالص. ما جوش قريتنا. انا بسالك سؤال، هم لا بيجوا ولا انت بتروح لهم؟ فانا بطلب منك انت تتواصل مع الوحده البيطريه، وانا هكلم مدير الطب البيطري عندك بكره ان شاء الله في اسكندريه على الهواء، واعرف القريه دي. انت القريه اسمها قريه منصور. قريه منصور. أيوة. تمام، بحيث ان يجي لكم حمله تغطي التحصينات بتاعتكم، انما انت لازم يكون في تواصل ما بينكم وما بينهم. قريه منصور دي فيها تعداد قد ايه للثروه الحيوانيه؟ بالنسبه لاعداد الثروه الحيوانيه كتير، ودي في مزارع كمان، مزارع الناس معاها المستاجره وبتجيب. طب انت عايز تقنعني ان المزارع دي ما بتحصنش؟ بتحصن بالله. احنا جنبنا واحد اسمه محمد العجز وواحد اسمه الجبطاني الاطفال، تمام، ده كله بيجيبوا من البيطريه اللي خاصه من بره. يعني الناس بتحصن، فانا اللي هعمله بس. ما عندناش امكانيات يا دكتور، احنا ما عندناش امكانيات ان احنا نجيبه من بره. ما تجيبش من بره، ما اقولكش ما تجيبش من بره. انا يهمني ان انت تحصل على الخدمه من الوحده البيطريه، لان خلي بالك كمان اللقاحات اللي معاهم لقاحات من افضل الانواع، واللي هي تقدر هو ده اللي احنا مدورين. فبكره ان شاء الله انا هتواصلك مع الطب البيطري وهخليهم يكلموك بحيث يحددوا ميعاد ينزلوا عندكم من القريه. سيب رقمك قبل ما تقفل. استاذ عياد من هنا؟ من هنا يا باشا. احسن ناس والله، اتفضل. اتفضل يا استاذ عياد. طيب استاذ عياد معايا ولا لسه؟ ولا خلاص؟ بشكرك. الري بتعلن تنفيذ اعمال حمايه الشواطئ باطوال تصل الى 210 كيلو متر. عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري اجتماعا لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروعات حمايه الشواطئ والاعداد لاجتماع اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ. واكد سويلم ان ظاهره التغيرات المناخيه وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحديا كبيرا امام عددا كبير من دول العالم،
مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في مجال حماية الشواطئ تهدف لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل ل 210 كيلو متر، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلو متر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية وحماية الأراضي الزراعية والواقعة خلف أعمال الحماية. معايا أستاذ جمال من البحيرة، اتفضل. فندم. ايوه السلام عليكم، ازيك يا استاذ صالح؟ ازي حضرتك؟ سلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بيك يا حاج جمال. الله يكرمك، ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك يا استاذ. والله ربنا يكرمك، اتفضل. والله عندنا مشكله بسيطه بس على الرأي يا فندم. اتفضل. احنا حضرتك تابع ال 10000 مركز ابو المطامير محافظه البحيره، احسن ناس. الاداره بتاعتنا النوبريه. ايوه. عندنا فرع بيروت من ويت فدان. تمام يا فندم. الفرع ده المنسوب بتاعه يعني بقى لنا حوالي سنتين بنعاني من المشكله دي، اقسم بالله. ايه المايه منخفضه يعني؟ المايه يا فندم، لا المايه بتسيب الفرع بتاعنا بتنزل على الفرع الثاني. ليه؟ الفرع الثاني منخفض. الفرع الثاني منخفض بينزل على تحت. واحنا يا فندم تمويل فدان في حاجز. الحاجز دي على مشكله. الموظف اللي قاعد هناك مش عايزين نتهم. طيب يعني هو المفروض ان هو يفتح المنوبه ويقفلها ولا بيأثر في ايه؟ الحاجز لو سمحت يا فندم، البوابه دي او الحاجز دي احنا طابطين عالي. أيوه. بعد منه على طول نفس الحاجز طابطين المنخفض. ايوه. ما مش عارفين ناخد حقنا ازاي من الفرع ده. طب العامل الله يسهل له وي ليه المفروض ان هو يعمل ايه؟ المفروض يعني احنا تمويل فدان. والفرع اللي تحت اللي نازل على الارض المنخفضه ده 3000 فدان، المفروض حد يدينا، احنا لينا المفروض ربع الميه. ده يعني بيتحك جماعة المهندسين محددين ان هو مثلا كم سنتي كم حاجه ده يتحكم بيه، يتحكم يا حاج، يتحكم فيه من خلال البوابه يعني ولا بيتحكم؟ ايوه بيتحكم فيه يا فندم، بيتحكم فيه من خلال البوابه. بيتحكم فيه. تمام. انتوا عندكم المكان جميل على فكره، يعني انتوا الاراضي بتاعتكم ما شاء الله بتقوموا بمجهود كبير جدا وترع يا فندم. والله الارض تمام، والارض والدنيا تمام والله والحمد لله، بس احنا بندور على الميه. الارتوازي ميه مالحه هنا وضعفت الارض والله يا ريس. عينيا الاثنين. حاضر عينيا، هكلم وكيل وزاره الري وهتابع مع حضرتك. عينيا. طيب استاذ احمد من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا احمد عوض من الشرقيه، من كفر صار ابو الشوق والبلد. اهلا وسهلا. عندي مشكله، منطقه 16 فدان مجاوره لمحلق قطن ما اتعملهاش صرف مغطى. من 2016 هي ما تنزلهاش صرف مغطى خالص. 2016 عملوا صرف مغطى في المنطقه كلها، والمنطقه دي قالت لك منطقه صغيره مش هتنفع فيها صرف مغطى. رحت قدمت شكوى لاداره مديريه الري في الزقازيق، المهندسه مشكورا عملت لي جواب ووجهت لي لمديريه المساحه عشان ترفع الـ الفلوس اللي طالعه علينا. ايوه. لحد دلوقتي بتقول لي لا انا عاوز اسماء غيركم، غير الاسماء الموجوده في الحوض ديت، وانا ارفع اسماء. احنا ما جيناش صرف مغطى في المكان، هم عاوزين الفلوس بتاعتهم. ايه المطلوب عشان اعمله عشان المنطقه دي ملهاش صرف؟ هي طالبه ايه؟ اسماء مين؟ المنطقه دي حوالي 18 فدان مجاوره لمحلب قطن. 18 فدان فيهم كام حيازه؟ فيهم حوالي 18 حياده، منهم حيازه فدان. الناس دي مقدمه طلب ان هي بنص فدان. بنص فدان مثلا فدان يعني فدان. الناس دي مقدمه ان هي تعمل صرف وعلى حسابها. صح. لا مش عاوز على حسابها، هي جاي لها فلوس عليهم. وما هي اتعملتش صرف. هم مديونين للري. تمام يا فندم، عليهم مديونيه للري وهي ما اتعملتش. ايه اللي ما اتعملتش؟ الصرف المتغطى نفسه ما اتعملش. هو دلوقتي واقفين لكم الخدمه بتاعت الصرف الى ان يتم سداد المديونيه. المديونيه دي بتاعت ايه؟ بتاعت صرف مغطى يا فندم. اذا كان انتم ما عندكوش صرف بتقولوا. تمام يا فندم، وقلنا ورحنا وزاره مديريه الري عملت جواب لاداره المساحه عشان ترفع اسامينا من الغرامه. فهي في انتظار رفع الغرامه عشان تنفذ الصرف. مش عايزين ننفذه. وعاوز تساعدنا في الموضوع ده يا فندم. حاضر. انت فين بالظبط؟
انت قلت لي كفر صقر. حاضر. ابو الشوق البلد منطقه 16 الفدان خلف المحلقه. محلق القطن. محلق القطن. عينيا الاثنين. استاذ عياد من هنا رجع معانا تاني، اتفضل يا عم عياد. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يبارك فيك ويخليك، وانتم علوان مصر في قناه مصر الزراعيه يا باشا. الله يعزك، اتفضل يا استاذ عياد. عندنا مشكله في الري، في الارض اللي سلمها الريس في المراجل. مالها؟ المية ما بتجيناش، احنا في تفريع اربعة ورشينا غلة وجبنا اسمات عضو وعلينا اكسات عم يدفعوها والمية ما جتناش. ايه السبب بقى؟ ما سألتش مهندس الري ولا كلمت مع حد؟ رحنا المدير الري في نجح حمادي، قال ما استلمناهوش الفرع ده. ما استلمناش الفرع ده يعني ما اشتغلش قصدي؟ ما استلمناهوش، لا احنا نروح لمين يا سيادتك؟ ليه انت اول موسم ده؟ احنا زرعنا عم نول وفتناه الزرع من قله الميه. ايوه لما جيت زرعت السنه اللي فاتت ولا قبلها زرعت بايه؟ زرعنا على الميه دي برضو ما نجبتناش، فتناه يعني سيبناه من غير حصاد. اه ما كانتش بتوفي معاكم عشان تروي المحصول كويس. عشان ما نروي المحصول هو كويس. الفرع ده اسمه فرع ايه؟ تفريعه اربعه ترعه اثنين. عاوزين مندوب من الري. ري يا باش مهندس، عايزين مندوب من الري يوقف يقسم، يعني يقسم لنا الميه، يدينا احنا يوميا ويدي التفريعه الثانيه يوميا مثلا. الحصه بتاعتكم المفروض يبقى فيه مناوبه. يبقى فيه مناوبه بس العافي واخد ميه الضعيف بصراحه يعني. لا بس هي المفروض في قانون بينظم ده. هو يعني ايه المهندس قال لك لسه ما استلمناش الخط ده؟ قال ما استلمناش الفرع المشروع دي. قصده الزمان بتاعكم انتوا. ايوه. طيب حاضر. مبارك. انت في المراج ده تفريعه اربعه ترعه اثنين. حاضر يا استاذ عياد. عينيا. استاذ ربيع من محافظه الشرقيه اتفضل. اهلا وسهلا بيك يا معالي الباشا، واحنا بامانه مصر جمهوريه جديده، بس في بعض المشاكل الصغيره من خلال معاليك عايزين نوصلها. اتفضل. احنا الوقت يا باشا بنروح عشان نصرف الكيماوي، بيقول لك انا لسه ما عملتش الحصر بتاع القمح، واحنا عايزين نحايل. الكلام ده غلط. بيقول لك خد شكاره سلفه، طب انا الوقت عايز اصرف. لا انت المفروض الفدان عليه شكارتين بتاخدهم تبتدي تزرع بيهم. لا يا فندم ما فيش الكلام ده، بيقول لك انا لسه ما عملتش حصر ولا لسه اي حاجه. طيب انت سبت رقمك؟ الاعداد خد رقمك؟ اه يا فندم. حلو. دي اول حاجه ان انت عايز تصرف، انت الحيازه بتاعتك بقد ايه؟ فدان ونص يا فندم. حاضر، وايه تاني؟ ودي اول حاجه. ثاني حاجه دلوقتي احنا ما بنعرفش الدوره غير بعد، يعني مفروض قبل الموسم بشهر او شهرين نعرف الدوره بتاعتنا، رز قمح ذره الحوض ده هيتزرع ايه، ما بنعرفش الكلام ده. انت بتتكلم على زراعه؟ مدير الجمعيه ما بيديناش المعلومه كامله. انت بتتكلم على زراعه الرز صح؟ لا في اي موسم، يعني في العادي خالص في الشتوي والصيفي، دي مشكله بنعاني منها مع مدير الجمعيه. هو انت الالتزام بالدوره الزراعيه بيبقى في الرز، وفي ناس بتخالف يعني. هو دلوقتي مفيش اساسا دوره زراعيه. انا بنادي ان الدوره الزراعيه ترجع، يا من خلال الفلاح يا من خلال قانون، بس الفلاح بيقول لك الارض دي بتاعتي وانا حر ازرعها المحصول اللي انا عايزه. يا فندم طب انا جيراني مثلا لو زرعت رز وانا عايز ازرع ذره، فبطل ان انا ازرع زيهم. ده علشان الميه بتاعتهم بتبقى زياده وتعمل مشكله عندك، فده انتوا المفروض بتنظموه مع بعض. انما ان دوره تجبر يا حاج، انت عارف هو في قانون دلوقتي بيجبرك ان انت تزرع محصول معين؟ طب ما الناس اللي بتزرع رز بيتعمل لها محاضر. ده اللي بيزرع مخالف. طب انا عايز اعرف انا مخالف او مش مخالف قبل. لا ده انت بتسال عليها في الاداره الزراعيه وهيقول لك الحوض ده نازل رز السنه دي مش نازل، الزمام ده نازل ولا لا. انما بقيه المحاصيل احنا بنتكلم على الرز علشان محصول شره في استهلاكه للميه، انما حضرتك بتقول لي لا انا عايز الدوره تبقى للرز والذره والقمح، وانا بناقشك في ده. فانا لما نيجي نتكلم على حاجه نحدد الرز بيتم تحديد المساحه طبقا للمقرر المائي، ويبقى في تبادل ما بين المساحات. دي نقطه جميله، يا ريت ترجع تاني. والمرشد الزراعي يا معالي الباشا، احنا الوقت المرشد الزراعي اللي موجود في مصر هي قناه مصر الزراعيه بس. طب احنا قصرنا معاكم في ايه يا باشا؟ حضرتكوا عالم، بس كان الاول المهندس الزراعي بينزل في الارض برضه، العين غير الكلام. مرشد الزراعي ده كان بينزل من كام سنه؟ انت كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 20 سنه. وانت دلوقتي عندك كام سنه؟ لا انا كبير الوقت. ربنا يديك الصحه. يعني الكلام ده بقى له 20 سنه اللي انت بتقوله مثلا؟
تمام؟ كان الفدان ونص ده الحيازه دي كانت كام فدان؟ لا كانت كان الحيازه ب 20 فدان وب 15 فدان وب 10 فدان. طيب يعني عشان كده كان لما بينزل مرشد زراعي دخل قاعد في 20 فدان هنا و20 فدان هنا ممكن في طول اليوم يغطي له الزمام كله، انما النهارده انت لما تقول لي فدان ونص فدان وقراط عايز كام مرشد؟ فانا بقول لك انت النهارده قاعد قدام التلفزيون بتشوف المعلومه بتتصل علشان عندك مشكله عايز تحلها فبكل سهوله. وبعدين ده دور بتقوم بيه قناه مصر الزراعيه بجانب دور الارشاد الزراعي، حملات القوميه للمحاصيل الاستراتيجيه، المدارس الحقليه، القوافل الارشاديه. فانا عايز اقول لك ان انت بتقول مصر النهارده مصر الجديده، وفعلا احنا في تطور في خدماتنا. لما انت النهارده بتكلمنا عن القمح بقول لك لا هو مش هنستنى الحصر، فانا عايز ازرع وعايز السماد بتاعي، فالمفروض فعلا تاخد لغايه لما يتعمل الحصر. انت عملت الحيازه او الكارت الذكي ولا لا؟ عامل الكارت الذكي. خلاص هتصرف ان شاء الله بكره هنكلم وكيل الوزاره وتصرف وهتستكمل بقيه الحصه بتاعتك بعد ما بيراجعوا الزراعه. بشكرك. دور مهم جدا بتقوم بوزاره الزراعه في التوقيت ده بالنسبه للسلع الغذائيه. الزراعه بتوفر كافه السلع الغذائيه بالمنافذ التابعه لقطاع الانتاج، وده اللي اكد عليه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. توافر كافه السلع الغذائيه بالمنافذ التابعه للقطاع، مشيرا الى ضخ كميات كبيره من اللحوم والمواد الغذائيه والسلع الاستراتيجيه يوميا لتلبيه احتياجات المواطنين. وقال السباعي في تصريحات له انه يتم طرح اللحوم باسعار اقل من السوق داخل المنافذ الثابته والمتحركه، حيث تصل اسعار اللحوم الكندوز الى 145 جنيها للكيلو، موضحا ان اللحوم من انتاج المزارع التابعه لقطاع الانتاج. واضاف انه يتم ايضا ضخ كميات من الارز كما توجد بالمنافذ جميع انواع الخضر والفاكهه والعسل وباقي السلع الغذائيه باسعار اقل من مثيلاتها في الاسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين. واوضح رئيس قطاع الانتاج ان وزاره الزراعه تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهوريه و21 منفذا متحركا من ضمنها منافذ قطاع الانتاج، مؤكدا انه تتم متابعه هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها. طيب استاذ شحاته من محافظه الشرقيه اتفضل. 75 سنه يا استاذ شحاته. نعم ربنا يديك الصحه طول العمر يا باشمهندس. وطي التلفزيون بعد اذنك. أيوة. وطي التلفزيون. أيوة. وط كل سنه وعم عليك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. الوحده البطاريه، الوحده البطاريه بسعود مركز الحسنيه الشرقيه ما بتشتغلش. المبنى تسلم مبنى بنته حياه كريمه وانقفل يوم الافتتاح وانقفل وما فيش اساس وما فيش حاجه خالص. يعني هو تم تم تجديده ولسه ما تمش فرشه ولا استلام لطيف. تم وتسلم ويجوا فتحوه وقفلوه ومشي ومحدش بيجي خالص. حاضر، ده هنشوف ما موعد تشغيله امتى. لكن ايه في وحده بطاريه قريبه ليكم مكان بديل عنه؟ لا مفيش اللي هي. مفيش اللي هي. في الاداره في الحسنيه 4 كيلو. في الحسنيه 4 كيلو، نزل لكم الفتره دي ولا لا عشان التحصينات؟ لا مفيش تحصينات. طيب. وبعدين الجمعيات الزراعيه ما عادش فيها مهندسين ولا مرشدين. هي انت كده بتتكلم على المشاكل العامه، فحاضر عينيا الاثنين. الجمعيات الزراعيه ما عادش فيها مهندسين ولا ارشاد. هو حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك مزارع صح؟ مزارع ومهندس، كنت في الاداره الزراعيه زمان طلعت معاش. ربنا يديك الصحه. المهندس الزراعي ده بيقضي عمره كله في خدمه البلد بصراحه. ما عادش مهندسين ولا والادويه اللي بتاعت المبيدات. بشكر حضرتك يا باشمهندس، شكرا. في التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية في الوادي الجديد، وده اللي أكد عليه الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، أنه يجرى التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بكافة مناطق المحافظة، لافتا إلى أنه تم تفقد مجمع النباتات الطبية والعطرية بمجمع صوب بئر موت بمركز الدخلة، والذي يضم 11 نوعا من النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى تفقد صوب الإدارة الزراعية بموت والتي تضم محاصيل الخيار والفلفل والباذنجان، بالإضافة إلى تفقد مجمعات الصوب لأحد الشباب بمركز الدخلة والمنزرعة بمحاصيل الخيار والفلفل الرومي والفلفل قرن غزال وألوان
والبسلة وقرع عسل وفراولة بجانب تفقد زراعات النعناع العضوية. وقال المرسي في تصريحاته أنه تم فحص الزراعات والتأكد من خلوها من أي إصابات، وذلك في إطار الفحص الدوري لجميع الزراعات لضمان خلوها من الإصابة لتحقيق إنتاجية مرتفعة في ظل التسميد والري المنتظم. وأشار المرسي إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من زراعة شتلات التوت بجمعية تنمية المجتمع بالبشندي ومدرسة موت الثانوية الزراعية في إطار مشروع توطين الحرير الطبيعي بمركز الدخلة، والذي تنظمه منظمة الفاو بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد. أستاذ حمدي من محافظة الفيوم، اتفضل. السلام عليكم يا باشمهندس سام. السلام ورحمة الله وبركاته. ليا طلبين يا باشمهندس. اتفضل. عندنا بحر بتاع الري كده ما لا تبطل، وعرض البحر يا باشمهندس 12 متر. فكده لحد تقل فينا ولا خليج. هو بطن ده ولا لسه؟ ما حدش جانا ولا حد تقل. هو ما تبطنش لسه. ما تبطنش. هو اسمه ايه في مركز ايه؟ بحر سيلة الغربي، محافظة الفيوم. سيلة الغربي، ايوه. ايوه يا باشمهندس، وكلمتك مرتين قبل كده. ده داخل ضمن خطة التطوير، وقريب جدا هتلاقي عملية التبطين عندكم. ايه الطلب الثاني سريعا؟ الطلب الثاني يا باشمهندس التحصين بتاع البهايم بالفلوس ولا بلاش ولا؟ لا مفيش حاجه ببلاش. ماشي يا باجر رمزي جدا، يعني حاجه لا تذكر. بشكر حضرتك. بعد الفاصل معانا مستقبل زراعه الفول في مصر، هيكون معايا الدكتور عزام عبد الرازق استاذ المحاصيل البقوليه بمعهد بحوث المحاصيل الحقليه، هنتكلم عن زراعات الفول المطلوب علشان نزود المساحات المنزرعه، اهم المشاكل اللي بتقابله الاصناف، السياسه الصنفيه، كل ما يخص هذا المحصول.